السلام عليكم. هو صحيح الموسم مازال موفاش في البطولة التونسية، مازال زوز جولات، لكن بدينا نحكيه على الميركاتو الصيفي، حكينا على بعض أخبار في السابق، حكينا على إمكانية انتقال لاعب من فريق الفريق، لكن اليوم النجم نقوله رسميا على بعض الأخبار، نحكيه على الأندية التونسية، الترجي الرياضي، النجم الساحلي، النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. صحيح النادي الافريقي مازال ممنوع من الانتداب، سمعنا النجم الرياضي الساحلي وبعض الملاعبيه اللي ترغب في انتدابهم كيف النادي الافريقي النادي الصفاقسي، لكن هذا الكل يقعد اخبار، تنجم تكون صحيحه كيف تنجم تكون غلطه، لكن اليوم النجم نقولوا رسميا الترجي الرياضي التونسي بدا في انتدابات الموسم المقبل. اسامه بوغرة 24 سنه ينتقل من الاولمبي البيجي للترجي الرياضي بعقد مدته 3 سنوات. أمارو 30 سنة ينتقل من الاتحاد المنستيري للترجي الرياضي بعقد مدته 3 سنوات. الترجي الرياضي ابدا بالانتدابات المحلية، زوز ملعبية حتى لو ما نقولوش عليهم افضل ملعبية في البطولة التونسية، بالارقام نجموا نقولوا عليهم من ابرز الملعبية اللي برزوا الموسم الحالي في البطولة التونسية. الترجي الرياضي فيما يخص صفقة أمارو ربح مشرتين، أمارو اللي قدم مستوى كبير الموسم الحالي مع الاتحاد المنستيري وكان خلينا نقولوا من نجوم البطولة التونسية، جاء للترجي ببلاش يعني شهرية وأهبط كور، هذه النقطة أولى. الترجي الرياضي مش خاسر فلوس، ما قدمش فلوس للاتحاد المنستيري باش ينتدب أمارو، ونقطة ثانية كيف في غاية الأهمية، ممكن باش يسد الثغرة اللي ممكن يخليها رحيلة فوسينية كوليبالي. قال لي إدارة الترجي الرياضي رابحة صفقة أمارو من الجانب هذا، على خاطر ثم جانب آخر بعض من جماهير الترجي الرياضي يقول لك أمارو يندرى قادر باش يقدم إضافة وبيها الترجي الرياضي التونسي قادر باش يربح رابطة الأبطال ويفوز بها. من نجمش لنأكد لا بالإيجاب ولا بالسلب، من نجم نتأكد كان ما أمارو يتقمص ألوان الترجي الرياضي ويلعب بعض المقابلات في رابطة الأبطال باش نجم ونحكمه على اللاعب يندرى قادر يقدم إضافة ولا. هذا أمارو. أسامة بوغرة اللاعب على حسب ما قال هو في حواره مع صفحة فود 24، قال تفاوضت مع إدارة النادي الإفريقي وقلت لهم أعطيوني مبلغ قيمته 100,000 دينار 100 مليون في يدي ونتعاقد معاكم، وعطيتهم جمعة من زمان ما رجعوا ليش. تخلى النجم الرياضي الساحلي أو إدارة الإتوال دخلت على الخط وأعطت مبلغ قيمته 300,000 دينار للاعب، يعني أعطت مبلغ محترم لأسامة بوغرة ومع هذا يتعاقد مع الترجي الرياضي. نعرفوا أنك باش تقلع بلاستك في التشكيلة الأساسية في النجم الرياضي الساحلي راهو أسهل من الترجي الرياضي. المعتز الزدام ركيزة ثابتة في النجم الرياضي الساحلي، لاعب صنف ما نقولوش صنف ثاني لكن ما ينجمش يكون صنف أول في الترجي الرياضي، ما ينجمش يكون في التشكيلة الأساسية مثلا بتواجد ركائز الفريق، بتواجد محمد علي بن رمضان، فوسيني كوليبالي وزيد عليهم غيلان الشعلالي إن شاء الله ربي يشفيه، وقت اللي هذوما يكونوا متواجدين معتز الزدام ما ينجمش يكون أساسي في تشكيلة وسط ميدان الترجي الرياضي. يعني أسامة بوغرة يعرف أنه يكون أساسي في الترجي أصعب برشا من اللي يكون أساسي في النجم الرياضي الساحلي، ويوافق على عرض الترجي الرياضي، هذا دليل أنه اللاعب عنده ثقة في الإمكانيات. بوغرة يلعب في نفس المركز اللي يلعب فيها حمدو الهوني، صراحة لا تجوز المقارنة، يعني وقت اللي يغادر حمدو الهوني وحتى كيجي أسامة بوغرة الضربة صعيبة برشا للترجي الرياضي، وما نصورش الترجي الرياضي قادر باش يعوض لاعب في قيمة حمدو الهوني. احنا نعرفوا كجماهير للأندية وقت اللي فريق ينتدب لاعب جديد يولي فيها العسل، لو كنجح مثلا مع الأولمبي البيجي، لو أسامة بوغرة ينجح مع الأولمبي البيجي ينجم يترشق مع الترجي الرياضي، ينجم يقدم مستوى 10 مرات اللي قاعد يقدم فيه مع الأولمبي البيجي، لكن راهو في نفس الوقت قادر انه يفشل على خاطر الضغط الموجود في الترجي الرياضي ما هوش موجود في الاولمبي البيجي. نفس الشيء فيما يخص اللاعب أمارو، ضغط الترجي الرياضي لا يقارن بضغط الاتحاد المنستيري. ثم كلمه في غايه الاهميه ما على اداره الترجي الرياضي كان يركز معها، طارق دياب بعد خروج الترجي واقصائه من الاهلي المصري في نصف نهائي رابطه الابطال، في تصريحه في قنوات البي ان سبورتس قال
قال الترجي الرياضي ما يقدرش يفوز باللقب بهجوم مستقبل سليمان، وهنا بطبيعة يقصد في محمد علي بن حمودة ورشيد العرفاوي. إدارة الترجي الرياضي يلزمها تفكر 100 مرة باش الموسم المقبل طارق دياب ما يقولش الترجي الرياضي مش قادر يفوز برابطة الأبطال بوسط ميدان الأولمبي البيجي، بما أنه الترجي الرياضي التونسي ثم نسبة كبيرة باش ينتدب كل منا محمد وائل الدربالي، وكيف كيف اللاعب ريان اللقب متاعو ما نستحضروش حاليا. صحيح هذوما ملاعبيه يعرفوا مليح البطوله التونسيه، راهي ثم نقطه ايجابيه حتى لو ما تكونش ايجابيه في رابطه الابطال، راهي تنجم تكون ايجابيه في البطوله التونسيه. نحكيوا على اومارو، نحكيوا على اسامه بوغره، هذوما ملاعبيه يعرفوا مليح البطوله التونسيه، وبالطبيعه اللاعب اللي يعرف بطوله افضل برشا من لاعب مازال مش عارف بطوله، على خاطر ينجم يكون ممتاز لكن ما تاقلمش مع بطوله ما ويفشل. لكن نعاود نقولها، إدارة الترجي الرياضي النجم نقول إلى حد الآن موافقة في الانتدابات، لكن راهي انتدابات محلية، انتدابات من أجل المنافسة على البطولة التونسية، عمرها ما كانت انتدابات من أجل المنافسة على رابطة الأبطال الإفريقية. نعرف المهمة صعيبة، نعرف أنه الترجي الرياضي يلزمه برشا فلوس باش ينتدب ملعبية في قيمة الحدث وفي قيمة تطلعات جماهير، وما على غالب هذيك هي كرة القدم. باش تنجح ولا باش تكون حظوظك كبيرة، ما نقولوش 3 و4 و5 صفقات من العيار الثقيل، لأنه ميزانية الترجي الرياضي حاليا، وكي نشوف هو الأثمان البعض هو العلوش يا معلم، علوش كان 600,000 ولا 1,300,000 و1,400,000، فما بالك لاعب كرة قدم، اللاعب اللي كان يسوى 200,000,000 و300,000 حاليا نحكيه على 1.5 مليار، ونحكيه على 2 مليارات. الترجي الرياضي التونسي ما نقولوش يلزموا 3-4 انتدابات من العيار الثقيل، لكن الأقل القليل باش تكون حظوظه كبيرة الموسم المقبل في رابطة الأبطال، ينتدب بعض الملاعبية من البطولة المحلية، وقام بهذا ينتدب بعض الملاعبية المغمورين، بعض الملاعبية اللي قاعدين ينجحوا نوعا ما في الدوريات نتاعهم، لاعبيه مش معروفين قادرين انهم يترشحوا ويقدموا اضافه مع الترجي الرياضي، لكن اهم شيء يلزموا ينتدب لاعب من العيار الثقيل، لاعب يعرف بالرسمي شنية معناها رابطه الابطال، لاعب قادر انك تحارب به الانديه الكبيره في القاره الافريقيه وخاصه فريق الاهلي المصري. على كل حال من نجمه كان نقولوا حظ موفق للترجي الرياضي، الترجي اللي بدا بالملعبية الممو الملعبية الماس في البطولة التونسية. بقية الأندية يلزمكم تتحركوا مليح، ولا راهو وقت اللي تفكروا باش تتحركوا تلقاو السوق وفيم الملعبية اللي تنجموا تراهنوا بهم الموسم المقبل مع الترجي الرياضي على البطولة التونسية. حلقتنا اليوم فات كالعادة البياري، ما تبقى كمش يقولكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في البطولة التونسية وفي الدوريات الأوروبية. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، والسلام.